السلام عليكم شباب الله يعطيكم العافية معكم أسامة غزال هذا الدرس الثاني والثلاثون من سلسلة دروس دلفي في هذا الدرس بدنا نتناول موضوع الفانكشنز في الدروس السابقة تناولنا موضوع التابلز والستورد بروسيجرز الآن بدنا نتعامل مع الفانكشنز شو هي الفانكشنز هي عبارة عن إجراءات كيف إحنا عندنا كان فانكشنز في الدلفي إنك تسوي فانكشن أو إجراء أو دالة مش مش إجراء داله دوال انك تسوي داله تبعث لها متغير وترجع لك قيمه نفس الطريقه هون بالاس كيو سيرفر هي عباره عن داله بتبعت لها قيمه مثلا او باراميتر وممكن ما تبعث لها بس غالبا بتبعث لها باراميتر وبترجع لك قيمه احنا عندنا زي ما شفنا في الدروس السابقه في عندي تيبل اسمه كاتيجوريز فقلبه كاتيجوري عادي وكاتيجوري نيم وفي عنا كمان تيبل اسمه برودكتس فالبول برودكت اي دي ونيم وسيل برايس وكاتيجوري اي دي بدنا احنا نسوي هلا مثلا زي فانكشن او داله نعطيها رقم الكاتيجوري ترجع لنا اسمه اوكي احنا في عنا هون تو كولومز كاتيجوري اي دي كاتيجوري نيم احنا بالطريقه التاليه بنيجي بنحكي له كرييت فانكشن نفس طريقة الستور بروسيجر، ستور بروسيجر كنا نسوي له كرييت بروسيجر الـ البروسيجر. هون بنحكي له fmy fn رمز functions function uh, under score مثلا get cat name. اوكي؟ هذا اسم البروسيجر الفانكشن اللي احنا بدنا ننشئه. بعدين نفس الطريقة بنفتح قوس وبنسكر قوس وبنحط بيناتهم الباراميترز اللي احنا بدنا اياها. فبنيجي فمنحو... بنحكي له هون at cat ID. نوعه انتجر ولو كان عندي اكثر من متغير بنعطيه فاصله ونقول له ات كذا كذا ونوعه كذا اوكي نفس الطريقه تمام بعدين كنا في البروسيجر كنا نحط از وبعدين بيجن end في الفانكشن لا ما بنحط مباشره از بنحط اول شيء returns returns اللي هي ايش القيمه الراجعه هلا انا القيمه الراجعه بدي اسويها string او varchar هون شار حجمها 50 فاذا نوعيه القيمه الراجعه عباره عن كاركتر كاركتر متغير اقصى حجم له 50 كاركتر وبين البيجن والاند بنحط احنا بدنا اياه هلا هون بامكاني اعمل اكثر من طريقه بامكاني اعمل كويري ويطلع لي نتيجه ويرجع لي قيمه لا بامكاني انا اقول له ريتيرن بعدين قوس نحكي له سيلكت كاتيجوري name from categories where category id equal at cat id وبنسكر القوس فهيك احنا رجعنا نتيجة عبارة عن category name بناء على شرط category id ولاحظوا انتو returns في اس في الاخير ها انتبهوا عليها ونوعيه المتغير اللي بده يرجع او النتيجه اللي بده ترجع وبنيجي بنعطيه اكسكيوت هي سوى لنا اكسكيوت فاذا هيك هلا انشا لي فانكشن وين حنلاقيه؟ حنلاقيه الفانكشن هون في السكالر valued functions لو سوينا رايت كليك ريفرش هي راح نلاقيها إيه هي موجود هون شو الفرق بين السكالر والتيبل؟ السكالر اللي هو بيرجع لك قيمه واحده التيبل بيرجع لك قيمه كتيبل نتيجه كتيبل هون بيرجع لك بس قيمه واحده اوكي الان كيف طيب بدنا نجيب النتيجه تبعت هذا الفانكشن او نستدعيه بنيجي بنعرف متغير نعطيه ديك لير ات كات نيم نوعه فار لخمسين 50 حجمه 50 اوكي بنقول له ست ات كات نيم. شو بده يساوي؟ بده يساوي اسم الفانكشن اللي هو الماي اف ان جيت كات نيم اللي كوس احنا سميناه وبنفتح قوس وبنعطيه البارامتر اللي بدنا اياه فاحنا بدنا الكاتيجوري نيم رقم واحد بعدين هون بنقول له ات كاتيجوري نيم از كاتيجوري نيم وهو بنحطه بين سنجل كوتيشنز هيك او بين مربعات افضل اوكي وبنقول له رن execute هلا هون اعطاك انه نوت بلت ان فانكشن نيم ليش؟ لانه هذا لما نيجي احنا ننفذه مباشره راح ينفذ السيستم فانكشنز فاذا لازم نعطيه الدي بي او اللي هو الاونر عشان هيك انا ركزت على موضوع الدي بي او فرجتكم اياه عشان تشوفوا نتيجته هون اوكي فهون لازم نعطيه دي بي او دوت عشان يعرف مين الاونر تبعه بنسوي رن هاي اعطاني نتيجه خضار لو انا اعطينا رقم هون 2 وسوينا له اكسكيوت اعطاني فواكه اذا هون شباب انتبهتوا على موضوع الدي بي او تمام نعطيه رقم ثلاثة اكسكيوت اعطاني اسماك طيب في طريقة ثانية برضو لاستخراج الاسم بدل ما اعطيه select ات category name uh, as uh, category name لا ممكن انا اجي اعطيه هيك select نفتح single quotation single quotation يساوي at كاتيجوري نام برضه بصير يعني بتصير هيك وبتصير هيك نيجي نسوي اكسكيوت هي اعطاني اسماك هي رقم اربعه اكسكيوت اعطاني لحوم واضحه؟ فاذا جمله السيلكت عندنا طريقتين اما نعطيه اسم الالياس او اسم الفيلد بالاول ونقول له يساوي المتغير واما نعطيه المتغير وبنحط له از الاسم الالياس اللي احنا بدنا اياه. طيب هلا هذا الحكي كله كيف بدنا ناخذه في الدلفي؟ زي ما احنا حكينا هاي مش دروس اس ال قد ما هي دروس كيف نتعامل مع الاس كيو ال بالدلفي فاحنا اعطينا هون الفانكشن اوكي بنيجي على الدلفي هون بنروح على الدي ام داتا وبنروح على الدي بي جو وبنختار برضه الستور بروسيجر الاي دي او برضه الفانكشن اللي هو السكالر فانكشن اللي هو بيرجع أه لك قيمه واحده هو هو والستور بروسيجر بيرجع نفس الشيء مستخدم نفس الكومبوننت اللي هو اي دي او ستورد بروسيجر بنختار اول شيء كالعاده الكونكشن بعدين بنروح على النيم هون بنعطيه ماي كات نيم هلا لاحظوا في في الاسم فاصلة صفر لما يكون فاصلة صفر معناته هذا فانكشن لما يكون فاصلة واحد معناته هو بروسيجر اوكي عشان انتوا تميزوا نسوي له هون كوبي وهون للنيم بيست ونشطب اخر اشي اللي هي فاصلة صفر وهون بنكتب له اف ان اوكي صار اسمه اف ان جيت لو رحنا على البارامترز تبعته راح نلاقي الريتيرن فاليو وراح نلاقي الكات الريتيرن فاليو زي ما حكينا بارامتر 0 والكات اي دي اللي هو البارامتر 1 تمام طيب هلا احنا هون انشانا الستور بروسيجر او ربطنا الفانكشن نفسه مع الستور بروسيجر هون بنيجي هون بنعطي رايت كليك اد كنترول بوتون سامحوني شباب على صوتي خشن شوي بس لاني مفلوز آه نيجي لهون بنعطيه آه هون get cat category name اوكي طيب في الاكيد كاتيجوري category name شو بدنا نسوي هون بدنا نيجي نعطيه with dm data begin end بعدين سوري do begin end هون بنعطيه with اف ان اسمه جيت كات نيم دو بيجن و إنت هون اول شيء بنعطيه باراميترز دوت برام باي نيم سنجل كوتيشن دوت فاليو هلا شو البرام باي نيم احنا عندنا ات كات اي دي احنا بنعطي الاي دي ويرجع لنا اللي هو ال النيم اوكي شو بدي اسوي عباره عن str ار 2 انتجر لا نفتح قوس كمان مره بنقول trim نفتح بنفتح قوس لا edit كات اي دي دوت تكست يعني احنا عملنا له جواته trim قصينا ال spaces وبعدين قلنا له string to integer عشان يعطينا ندخل قيمة integer تمام بعدين بنيجي من بنحكي له هون exec sq... exec procedure بما انه function او store procedure فبنعطيه دائما exec procedure طيب بدنا نرجع له نتيجة بنحكي له اللي هو ال edit cat name dot text بدها تساوي ال parameters dot baron. by name لا الريات اه. ريتيرن value اندرسكور هون دوت value واضحه فاحنا هون هلا اعطينا باراميترز الكاتيجوري اي دي ورجعنا له الباراميتر اللي هو الريتيرن value اوكي ونيجي نعطيها هلا بسم الله نقول هلا هون نعطي رقم تنين جيت كاتيجوري أعطاني فواكه مباشرة لو أعطيناه هون رقم واحد جيت كاتيجوري نيم أعطاني خضار لو قلنا له رقم أربعة أعطاني لحوم رقم ثلاثة أعطاني أسماك رقم ستة أعطاني ألبان ها رقم تسعة وتسعين تسعمية وتسعين أعطاني إيرور ليش أعطاني إيرور لأنه ما فيش النال null value ما بتتغير لسترينج فإذا لازم نعطيه جملة try تمام شايفين شباب احنا كيف عم نتدرج قاعدين عم نتدرج حبه حبه فهون بنعطيه تراي وهون بدل الفاينلي بنعطيه اكسبت وهون وقتيها بنعطيه بدل ما نعطيه البارامتر بنعطيه no نو داتا اي يعني نو no داتا تمام وهلا بنعطيه ران زي ما حكينا هون ثلاثه وهي جيت كاتيجوري ديم اعطانا 33 اعطانا اسماك وهي 33 جيت اعطانا نو داتا من غير ما يعطينا ايرور مسج فاذا لازم دائما شباب نتحكم في هذه الامور ما نتركها للظروف يعني ما نترك انه اذا اخطا المستخدم او اخطا البرنامج يطلع لي ايرور مسج لازم احنا نتحكم في كل الاوتبوتس تبعتنا والشغل تبعنا تمام فاذا هلا عرفنا كيف نربط الفانكشن مع الدلفي بنيجي هلا لاشي تاني اللي هو كيف نرجع جدول تمام كيف نرجع نسوي فانكشن يرجع لنا قيمه جدول فاحنا هون كنا رابطين الجدول احنا هون مع ال التبل هذا اللي هو التيبل البرودكتس فانا الاس ار سي برودكتس هذا ما بدي اربطه مع هذا التبل تمام على هذا بدنا نسوي له شيء ثاني بدنا نروح على على الاس كيو ال سيرفر كمان مره طيب في المره الماضيه احنا سوينا create function اللي هو لو سوينا رايت كليك هون و modify سوينا create هيها اللي هو كان هون create بدل التر create function حطينا اسم الفانكشن وحطينا الاونر تبعه وفتحنا قوسين وحطينا البارامتر بعدين حكينا له ريتيرنز از وبيجن اند وحطينا ريتيرن وجمله الكويري اللي بدنا اياها الان لا طبعا هذا الحكي بامكانك انت تسويه من هون تسهل حالك وتعطيه رايت كليك وسكالر فاليود فانكشن بس احنا بنعطيكم كيف انتم تنشئوه يدويا هلا هون وقتها هو بنشئ لك لحاله انت بس بدك تحط هون الاسم وبدك تحط هون البارامترز وبتحط هون نوع الريترن وهون بتحط الجمله تبعت الكويري اللي بدك اياها بالطريقه الثانيه انا بحكي لكم اياها لا بدها تكون هون في التيبل فاليود فانكشنز اللي هي الفانكشنز اللي بترجع لك تيبل يا يعني بتعطي رايت كليك نيو يا اما برضه بتكتبه بايدك خلينا احنا نكتبه بايدنا بدنا نيجي نحكي له هون كرييت فانكشن بدنا نسميه ماي قبله بدنا نحط له دي بي او دوت my fn underscore بدنا نعطيه مثلا get products تمام هلا احنا بدنا نيجي نعطيه get products من خلال الكاتيجوري اي دي يعني لو انا بدي اقول له اعطيني البرودكتس الموجودين في الكاتيجوري رقم واحد او اعطيني البرودكتس الموجودين في الكاتيجوري رقم اثنين يعني احنا هذا تعمل برودكتس لو سوينا له رايت كليك وناله له سيلكت ستار هي أعطاني على طول هون أنا في لكل تيبل لكل ريكورد في له كاتيجوري هي الخضار رقمهم واحد الفواكه رقمهم اثنين تمام فأنا بدي أجيب النتيجة بناء على الرقم اللي أنا معطيه فبنيجي بنعطيه هون نفتح قوس عشان البارامترز آت كات آي دي no نوعه انتجر وسكرنا قوس بعدين ريتيرنز شو بنعطيه؟ table ها كلمة table بنكتب له إياها زي هيك بعدين بنعطيه as return وبعدين بنعطيه الجملة اللي بدنا إياها بنيجي بنحكي له مثلا select a product name وسيل a price a from products تمام شو كمان نحكي له where uh, category id أت كات cat id نضل نحكي كات يا جماعه وبعدين معكم هي cat id تمام فاذا احنا هون سوينا الفانكشن حطينا له البارامتر هيو ممكن يكون اكثر من بارامتر returns اعطيناه table كلمه table بعدين as return وبنفتح قوس وبنسكر قوس وبنحط جملة الكويري اللي بدنا اياها تمام؟ بنيجي نعطيه execute حنلاقيه هون ينزل مش حينزل هون حينزل هون هي execute اوكي نيجي لهون اف 5 نفتحها هون هيها طلع لنا هون تمام كيف هذا بدنا نيجي نستدعيه ونشوف النتيجه تبعته هون بتختلف طريقه الاستدعاء عن المره الماضيه اوكي بالاول احنا قلنا له عرفنا له متغير واعطيناه انه ست المتغير يساوي اسم الفانكشن وحطينا له البارامتر وبعدين قلنا له سيلكت الكاتيجوري هون لا هون بنعطيه سيلكت بنحط له اسم البروسيجر هذا الفانكشن هذا ها فروم سوري سيلكت سيلكت ستار فروم اسم الفانكشن وبعدين بنيجي بنعطيه قيمة المتغير او البارامتر اللي احنا بدنا اياه execute هي اعطانيها مباشرة اذا select star from اسم الفانكشن يعني تعاملنا معه كأنه تابل فعليا وبعدين فتحنا قوس وسكرنا قوس واعطيناه رقم البارامتر لو حطينا الرقم بارامتر 2 نعطي execute صفة تفاح برتقال موز اناناس لو حطينا له رقم واحد execute اعطانا الخيار والبطاطا والبصل الملفوفة اللي هي الخضار تمام اذا تعاملنا معه هون فعليا كتيبل ما تعاملنا معه كفانكشن يرجع لنا قيمه تمام بنفس الطريقه راح نتعامل معه في الدلفي في نفس الطريقه بدنا نتعامل معه في الدلفي طيب نرجع للدلفي كمان مره هون ما راح نختار ستور بروسيجر هون راح نختار كويري عادي والكويري هذا حنقول له كونكشن وماي كونكشن وهون في في الكويري نفسها بدنا نعطيه نفس الجملة هاي هاي يا بنعطيه هيك يا بنعطيه دي بي او دوت وبنحط له اسم الفانكشن تمام نفس الطريقة يعني هاي لها نفس النتيجة اعطتنا وهون نعطيه بس هون بدل ما نحط له واحد بنيجي بنعطيه اه كات اي دي بنطلعها كبارامتر نقطتين فوق بعض كات اي دي تمام فهلا هذا الاي دي او كويري بنيجي بنعطيه بنسميه كيو ار واي جيت برودكتس تمام وبنيجي بنحكي له هون في الباراميترز هي على اعطاني الكات اي دي الكات اي دي بنعرفه التايب تبعه بنحكي له انه عباره عن انتجر أين الانتجر هي الانتجر واضح الامور شباب فبنتعامل معه كويري عادي وبدنا نرجع له... وهون بالنسبة للـ لل... SRC Products بدنا نربطه بدل ما هو في Table Products بنعطيه في الجيت Get Products فهذه ربطناه مع هذا عشان يضل هون نفس الطريقة طيب هون دبل كليك رايت كليك ما فيش عندي Add All Fields ليش؟ لأنه أنا مش مش حاطط في هون الـ All Fields هي هون نقول له Right click, Add All Fields هلا هي ضفنا الفيلدين هذولي فإذا بنرجع هون كمان مرة بنسوي له رايت كليك وبنعطيه رايت كليك وأد أول فيلدز وهون بنصغر الويدز ل 200 هون مثلا بنقول له 150 120 أنت كرمك زي ما بقولوا أوكي طيب الآن بدنا نيجي نحط هون القيمة يعطينا الكاتيجوري اللي هي البرودكتس اللي في قلب هذه الكاتيجوري فاذا بدل ما نحكي له هون جيت كاتيجوري نيم بنعطيه كبسه جديده اد كنترول بوتون بنحكي له هون قبل نسميه نيم btn get ان جيت تمام وهي الكابشن جيت products بنيجي بنحكي له كالتالي: هاي with uh, dm data do begin end uh, with uh, query get products do begin end هون بنعطيه close اول اشي ها عشان اذا كان مفتوح بعدين بنعطيه param parameters dot at cat id .value. بده يساوي نفس الطريقة هاي بدنا ننسخها للكات اي دي بعدين بعطيه open واضحة هذه طريقه نيجي نعطيه رن بسم الله هلا هون بنعطيه رقم واحد جيت برودكت اعطاني الجت الكات اي دي مش موجوده ليش؟ اه هي مش ات هي كات مباشره كات اي دي اوكي هي رن هي رقم واحد جيت برودكتس هي اعطاني خيار بطاطا بصل ملفوف وهي اسعارهم اذا اعطينا رقم اثنين جيت برودكتس هي اللي هي الفواكه اللي اعطانا اياها وكذلك بنقدر نربطها في الكاتيجوري اي دي هاي يعني ممكن انا اكبس هون يعطيني مباشره الليست يعني انا ممكن اجي هون واروح لهون على اللوك اب كومبو بوكس وباجي بحكي له هون بالايفنت اون كليك او اون كلوز اب في الاون كليك بقدر اجي انفذ له انا هذه النتيجه او هاي البروسيجر ولكن مع تغيير صغير انه البارامتر هذا بده يساوي اللي هو السي ام بي كاتيجوريز دوت كي فاليو يعني بدنا ناخذ هذا السي ام بي بدنا ناخذ الكي فاليو تبعه وبناء عليه يسوي كلوز واوبن خلينا نجرب نقول بسم الله هلا بنختار هون هاي خضار اعطانا خيار بطاطا بصل ملفوف نعطيه فواكه. هي اعطانا تفاح، برتقال، موز، اناناس. لو اعطيناه سنيوره مش راح يعطينا شيء فاضي. نرجع لفواكه هي اعطانا الفواكه. اذا بهذه الطريقه احنا عملنا فانكشن يرجع لنا نتيجه تيبل. وهذا التيبل مربوط مع كومبو بوكس. طبعا هذا برضه جواب على احد الاسئله للاخوات المتابعات انه كيف نربط تيبل في تيبل. هذه احدى الطرق. بس في كنا طريقه ثانيه معاملينها احنا اللي هي الماستر سورس للليست نفسها انه كل تيبل له ماستر سورس او ماستر او داتا سورس تمام ان شاء الله تكونوا شباب استفدتوا من هذا الفيديو ما تنسونا من اللايك ومن الشير وما تنسوا تشتركوا في قناتنا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اشعارات باخر فيديوهات احنا نزلناها الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته